سيد الرئيس، عفوا في إطار نقطة نظام واحتراما للنظام الداخلي، السادة النواب، السؤال كيتعلق بالسادة النواب. صحيح تفهمنا باش يكون السؤال يتقدم باسم الفريق، لكن لا يعني أن التوقيع ديالو، لأن هذه الوقائع تتعلق بشهر دجنبير إلى الآن. في شهر دجنبير إلى الآن، إلى حدود هذه الساعة، سيد النائب اللي كيطرح السؤال لم يكن نائبا برلمانيا، وبالتالي لا يحق له، لم يكن ضمن الموقعين. سيد الرئيس، سيد الرئيس، ثلاثة الأمور بسرعة. أولا نشكر السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الحكومة اللي استجبوا بالسرعة غير العادية والقياسية حتى يحضر معنا السيد النائب، وفي ذلك اعترف بأنه نجح في انتخابات طعون قدمناها للمجلس الدستوري ولا علاقة لها بما نحن فيه. هذه واحد. جوج، حنا كنقولوا بأن حنا اتفقنا لكي نخرق الفصل المادة 191 من حيث تلاوة الأسماء. أما وأن الوقائع وقعت والنائب ليس نائباً، أنا ما كنتذكرش عليه البارح واليوم، هو البارح واليوم راه نائب حاضر معنا، أنا لا أحتج على ذلك. هذه الوقائع المتعلقة بالملعب النائب لم يكن حاضراً فيها ولم يكن موقعاً. وحين سيد الرئيس، وحين تم إرسال السؤال أرسله السيد رئيس فريق الاستقلالي، أرسله باسم فريق، هذاك الفريق كان فيه 61 ولم يكن فيه 62. هذا اللي احنا كنطالبوا بتطبيق النظام الداخلي، وإلا لا اعتراض علي لنا على طرح السؤال من أي نائب ما عدا النائب الذي لم يكن حاضرا أثناء الوقائع. وهذا الشيء هذا يمكننا نمشيو له حتى المجلس الدستوري. ولذلك نحن السيد الرئيس، نحن السيد الرئيس مع طرح السؤال من 61 عضو إلا ذاك العضو لأن لم تكن له الصفة، ولذلك نحن كذلك نطالب برفع الجلسة 5 دقائق.